السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنكمل كورس الماتيريال لتالتة ميكانيكا. كنا احنا آخر حاجة وقفنا عندها إن احنا إزاي نعرف الكومبوزيت ماتيريال وإيه أنواع الكومبوزيت ماتيريال، وبرضو اتدربنا على مجموعة من المسائل إزاي نحسب الخواص على حسب الإيه توزيع الفيلر، وخدنا بالأخص موضوع بس الإيه الفايبر رينفورسد كومبوزيتس. قلنا ده أهم أنواع الكومبوزيتس لأنه داخل في معظم الأبليكيشن، سواء مثلا العربيات الفورمولا أو مثلا الطائرات أو أي حاجة ستراكتشرال، عشان ميزة إن السترينث بيريت أو السترينث تو ريت بتاعها عالي جدا. واتكلمنا ازاي نحسب الخواص لو الفايبر الايند هورزنتالي ولو هي فيرتيكال، وازاي نحسب الخواص في الايه في الحالتين. بس احنا خدنا بالاخص موضوع الايه الكونتينوس فايبرز او الفايبرز الطويله اللي اللينث بتاعها اكبر من حاجه اسمها 15 ال كريتيكال. يعني ايه بقى ال كريتيكال؟ ال كريتيكال ده او اسمه الكريتيكال فايبر لينث. لو احنا عندنا الفايبر بالشكل ده تمام، وافترضنا ان البوندنج او الهتاسف بينه وبين الماتريكس اكسلنت، فانا لو حصل ان انا عملت ابلايد لود فالماتريكس هيترانسفير اللود من الـ من الـ من الماتريكس للايه للفايبر. فاللي هيحصل بالشكل ده ان لما الفايبر يتشد فهياخد معاه يحصل شيرينج للايه ما بين الماتريكس وما بين الايه الفايبر. بنسمي ده بنسمي اسمه البوندنج سترينث او الشير سترينث. عشان نقدر نحسب الشير سترينث ده بنعمله بحاجه اسمها ال كريتيكال. ال كريتيكال دي بتساوي سيجما اف في الدي على 2 التاو سي، وير ان السيجما اف دي هي الماكسيمم ستريس بتاع الفايبر، والدي ده الدايمتر بتاع الفايبر، والتاو سي ده اللي هو البوندنج سترينث او الشير ايه سترينث عند الانترفيس ما بين الفايبر وما بين الماتريكس. ال كريتيكال ده مهم جدا ان انا المفروض اما اجي اصمم اشوف هل لو انا عايز كونتينوس فايبر يبقى لازم احسب ال كريتيكال ده وانسبه بالنسبه لطول الفايبر. طب ليه مهم جدا؟ لو احنا جينا بصينا للثلاث الثري كونديشنز دول، ان لو كان الطول هو ال كريتيكال بالشكل ده، فمعنى كده ان اقصى لود هيستحمله الفايبر وليكن السيجما اف. لو انا عملت ابلايد لللود ده بنفس قيمة السيجما اف ده، معنى كده ان هيحصل فيلير عند السنتر بالظبط، برضو بافتراض ان الفايبر بتاعنا الادهيسيف بينه وبين الماتريكس 100% ومفيش اي مشاكل في الموضوع ده. لو احنا افترضنا ان اللينث اكبر من ال كريتيكال بالشكل زي ده، معنى كده لو انا عملت ابلاي بنفس قيمه التنسايل سترينث بتاع الفايبر ان جزء كبير من الفايبر هيشيل الاسترس ده. يبقى معنى كده ان الفايبر قدر يشيل اللود مور افكتيف. انما لو حصل بقى ان الطول بتاعه اقل من ال كريتيكال، معنى كده ان انا لو عملت ابلاي بنفس قيمه التنسايل سترينث بتاع الفايبر، معنى كده ان هو هيحصل له فيلير اصلا قبل القيمه دي، تمام كده، لان طوله اقل من ال كريتيكال. عشان كده سمينا حاجه اسمها ال كريتيكال. فعموما احنا لما بنيجي نقسم الفايبرز بنقسمه لحاجتين اساسيين، حاجه اسمها الكونتينوس فايبر وحاجه اسمها الايه الديسكونتينوس فايبر. وقلنا الكونتينوس فايبر ده لو كان الطول اكبر من الكام، اكبر من من 15 ال كريتيكال، انما لو هو ديسكونتينوس فيبقى اقل من 15 ال كريتيكال. وده اللي انا ايه الواضح المهم بالنسبه لي ان هو ما يقلش على ال كريتيكال، لان ده حاجه نوت ريكوايرد في الابليكيشن. معنى كده ان انا ايه مش مصمم مظبوط. فمعظم الحالات بشتغل في الايه في الكونديشن اللي هو ال اكبر من ال كريتيكال، بحيث ان انا ابقى مور سيف، سواء انا كنت كونتينوس فايبر او ديس كونتينوس فايبر. فاحنا لو هناخد مثال، او قبل ما ناخد المثال هنعمل حاجه نوتس مهمه جدا عشان اقدر احسب التنسايل سترينث للميكتشر او للكومبوزيت. احنا قلنا الكومبوزيت عباره عن ايه، عباره عن فايبر وعباره عن ماتريكس. فعموما عشان احسب التنسايل سترينث قلنا بتنطبق على السيريز لو او الابر ايكويشن لو، ان بنقول التنسايل سترينث بيساوي التنسايل سترينث بتاع الماتريكس في الفوليوم فراكشن بتاع الماتريكس زائد التنسايل سترينث بتاع الفايبر في الفوليوم فراكشن بتاع الايه الفايبر. وقلنا نقطه تانية ان دايما التنسايل سترينث بتاع الماتريكس دي باخدها عند الفايبر ايه الفايبر فيلير، زي ما قلنا مثال في السكشن اللي فات.
خلي بالكوا بقى ان الحالة دي ما بتنطبقش غير لو كان الطول بتاع الفايبر اكبر من 15 ال كريتيك. يبقى انا لازم ابص على المسألة اشوف هل هو كونتينيوس فايبر ولا ديس كونتينيوس فايبر. لو كونتينيوس فايبر خلاص هو الطول اكبر من ال 15 ال كريتيكال، فده اللي انا ايه هشتغل بيه. انما لو هو ديس كونتينيوس او مديني اي معلومات اقدر احسب منها ال كريتيكال، يبقى العلاقة دي از نوت ايه از نوت فاليد. طيب لو احنا اشتغلنا على discontinuous فايبر في دلوقتي تو كونديشن. اول حالة ان اللينث بتاعي اقل من 15 ال كريتيكال، بس طبعا اكبر من ال كريتيكال، ودي بنسميها discontinuous. والحالة الايه المش مستحبة ان الطول بتاعك اقل من الايه اقل من ال كريتيكال. لو الطول في الويزر رينج ده، القانون بتاعي هنا بيختلف. بدخل بيانات الكريتيكال لينث معايا، بقول ان التنسايل سترينث بتاع الكومبوزيت بيساوي التنسايل سترينث بتاع الفايبر في الفوليوم فراكشن بتاع الفايبر في جزء كده، واحد ناقص ال سي على 2 ال، اللي هو واحد ناقص النسبه بين الكريتيكال لينث للايه للدبل لينث بتاع الفايبر. وعشان احسب الكريتيكال لينث بعوض بالايه بالايكويشن اللي احنا كتبناها في الاول، تمام كده. ولو الحاله اقل من ال كريتيكال، بس هي تكون عارف ان الحاله دي اسمها نون افكتيف او نوت ريكوايرد. بس عموما بالنسبه للمسائل لو جت كونديشن او حاجه، فانا بضطر ايه اكون حافظ الفورميلا دي عشان اقدر اعوض بيها. في الحاله دي بقول ان التنسال سترينث ماكسيمم بيساوي ال في الشير على الدي في البي اف وهكذا. ده بالنسبه لايه للديسكونتينوس. ولكن الايد في برضه ديسكونتينوس، بس ايه نوت الايد، متوزع توزيع عشوائي في الايه في الماتريكس. في الحاله دي لو انا عايز اجيب الاي كومبوزيت، هنساوي حاجه اسمها الكي، بنضربها في نفس الترم بتاع الفايبر زائد الايه الماتريكس. طب ايه الكي دي؟ الكي دي بيقول البارامتر اللي انا هل انا موزع الحاجات دي عشوائيه ازاي. هل التوزيع العشوائي ده لكل الماتريكس ولا في بلين معين، ولا اصلا هي مش متوزعه عشوائي. فلو مش متوزعه عشوائي اكيد هي الحاله اللي احنا شغالين عليها، اللي هي بنقول عليها اسمها aligned fiber. انما هي لو متوزعه عشوائي بس في بلين معين، يعني دي ويز اسبيسيفيك بلين في بلين معين، ده معنى كده ان الكي باخدها ب 3 على 8. طب لو هي متوزعه عشوائي بال 3 دايمنشن، يعني بالشكل كله فيه توزيع عشوائي من الـ الشوبد فايبر او الديسكونتينوس فايبر، ده في الحاله دي باخد الكي بايه كيب 5. فلازم انا ابص على المثال بتاعي واشوف انهي كونديشن. طيب تعالى نبص على المساله رقم 4 في الشيت. فور ا جلاس فايبر ايبوكسي ماتريكس كومباينيشن ذا كريتيكال فايبر لينث تو فايبر دايمتر ريشيو از 50. Determine the fiber matrix bond strength given that the tensile strength of the glass fiber is 3.45 جيجا باسكال. تمام كده. هو عايز يحسب الايه يحسب الشير. فاحنا هنعوض تعويض مباشر. احنا عارفين ان ال كريتيكال بيساوي السيجما في الدي على 2 شير. هو مديني الريشيو ما بين الكريتيكال لينس والايه والديامتر. هعوض تعويض مباشر اقدر اطلع الايه اطلع الشير. طيب تعالى مثال تاني. كومبيوت the longitudinal strength of an aligned carbon fiber epoxy matrix having a volume fraction of fibers 0.25. يبقى ال VF 0.25، ومديني الدايمتر بتاع الفايبر 1 من 100، ومديني الطول بتاع الفايبر 5 مللي، ومديني الفايبر فراكشر سترينث او التنسايل سترينث بكام ب2.5 جيجا باسكال، ومديني الشير ب80 ميجا باسكال. ماتريكس ات فايبر دي برضه التنسايل سترينث بتاع الماتريكس ات فايبر فيلير ب10 ميجا باسكال، والتنسايل سترينث عموما بتاع الماتريكس 95 ميجا باسكال. عايز يحسب ايه بقى؟ عايز يحسب السترينث بتاع الكومبوزيت السترينث بتاع الكومبوزيت بالكونديشن دي. نستنى على موضوع اولسو ده. طيب انا دلوقتي هبص على المساله. لازم اول حاجه بما انه ما قاليش هل هو كونتينوس ولا ديس كونتينوس، لازم احسب ال كريتيكال واشوف هل اللينس بالنسبه لل كريتيكال قد ايه. فاول خطوه هعملها هحسب ال كريتيكال. ال كريتيكال حسبته طلع اللي هو بكام؟ ب 16 من 100 مللي. طب اللينس اللي هو مديهولي 5 مللي، فانا لو جيت حسبت هلاقي اللينس اكبر بكتير من الايه من ال كريتيكال. فالموضوع ده ايه هي اول حاله، معنى كده ان طول الفايبر كونتينيوس طول الفايبر طويل. فانا هستخدم اول كونديشن ان احنا قلنا على طول هنعوض تنسال سترينث بالتعويض مباشر بالايه بالقانون. تمام كده. فيطلع الناتج زي ده. بعد كده قال لي بقى also compute the longitudinal stress if the composite if another carbon fiber with the same diameter but with different length. اداني كونديشن تاني ان الطول بتاع الفايبر بواحد ملي.
justify your answer. تمام كده؟ طبعا نفس الكريتيكال لينس اللي هو 16 مللي، هو مديني هنا نفس طول نفس البيانات بتاعت الفايبر، فالكريتيكال لينس هو هو اللي هو 16 مللي، فاللينس بالنسبه لي هنا اتغير بقى كام؟ بقى 1 مللي. اما جيت احسب النسبه طلعت النسبه كام؟ لو قسمنا الواحد مللي على 16 من 100 هتلاقي تقريبا اللينس اكبر 6 مرات وربع من الكريتيكال. معنى كده ان هي الكونديشن انهي؟ الكونديشن التانية. يبقى انا هستخدم الايكويشن انهي؟ اللي هي الايكويشن دي، اقول التنسايل سترينث بيساوي التنسايل سترينث في الفوليوم فراكشن في 1 ناقص ال سي على 2 ال وهكذا، واعوض برضو تعويض مباشر يطلع لي ناتج بايه؟ الناتج بالرقم ده. تمام كده؟ في مشكلة؟ لو في حد عنده سؤال او مشكلة ممكن يبلغني، والسيكشن اللي جاي هجاوب عليه. يعني جمعوا كده الاسئلة، او في حد عنده مشكلة وان شاء الله هجاوبها في بداية السيكشن اللي جاي. طيب تعالى بقى للمثال، مهم رخم شوية، موجود solved example في الكتاب. بيقول ايه بقى؟ A tubular composite shaft is to be designed that has an outside diameter of 70 millimeter, diameter of 50 millimeter and length of 1 meter. Such is presented in figure. مديني شافت، تمام، كومبوزيت شافت الانر دايمتر ب50 والاوتر دايمتر ب70 وطوله 1 متر. بس خلي بالكوا ده ايه؟ كومبوزيت ماتيريال، مش من ماتيريال واحده. طيب المهم، the mechanical characteristics of prime importance is bending stiffness in terms of the modulus of elasticity. بيقول ان اهم خاصيه في الابلكيشن اللي انا عايز منه الشافت ده هو البندنج ستيفنس. طب ايه البندنج ستيفنس دي؟ البندنج ستيفنس دي ريليتد بالمودولس اوف الاستيستي. ساعات بنقول ان المودولس اوف الاستيستي هي الستيفنس بتاع الايه؟ بتاع الماتيريال. وبيقول هنا بعديها ان السترينث والفاتيج ريزيستنس ار نوت سيجنيفيكانت بارامترز، يعني مش مهمين قوي في الايه؟ في الابلكيشن مقارنه بالستيفنس ده. طب احنا قلنا المره اللي فاتت حاجه اسمها ال 3 بوينت وال 4 بوينت بندنج تيست، قلنا بنحسب بنثبت الشافت بتاعنا، مثلا يكون الشافت عامل كده، فاحنا بنثبت، قلنا بنثبت الايه؟ الشافت بتاعنا على تو سبورت، صح كده؟ ثانية واحدة. بالشكل ده كده، ونثبت الشافت هنا، وهنا بيبقى فيه سبورت، وهنا بيبقى فيه سبورت، وبيبقى اللود في النص. وبعد كده قلنا ان هو بيحصل بيندنج للايه؟ للشافت. وبنحسب منه حاجات مهمه جدا، حاجه اسمها الفليكشرال سترينث، وحاجه اسمها الفليكشرال مودولس. تمام؟ الفليكشرال مودولس ده هو المودولس اوف الاستيستي بس ان بيندنج. قلنا الموضوع ده بيختلف عن الايه؟ عن التنسايل تيست، بس هي نفس المينينج يعني. المهم يعني هو بيعرف لك هنا الاستيفنس ان هو بيقول الماكسيمم الاوبل ديفليكشن ان بندنج. يبقى انا لو انا اشتغلت على التيست ده هيحصل ديفليكشن او بندنج للايه؟ للشافت ده. فانا لو انا عرفت الماكسيمم ديفليكشن بتاع الجزء ده او الاوبل ديفليكشن، يبقى انا اقدر احسب منه الايه؟ الاستيفنس. طيب ومديني هنا بيقول لا الابلكيشن بتاعه ان انا حسبت اللود مثلا، جيت اثرت بلود ب1000، تمام، وهيسبب لي ديفليكشن مش هيعدي 35% ملي. طيب نكمل. كونتينوس فايبر ذات ار اورينتد بارل تو ذا تيوب، هو فارض ان الشافت بتاعنا ده هيبقى الايه؟ الفايبر الايند هوريزونتالي، او ايه؟ نفس الموازيه للايه؟ الاكس بتاع الشافت. بيقول ان هو ممكن يخلي الفايبر ماتيريا ممكن تبقى جلاس او ممكن تكون كربون، بس بثلاث ايه؟ ثلاث حاجات. بيقول ان هو المفروض ان انا التصميم بتاعي ان الفايبر فوليوم فراكشن ده ما يعديش 6 من 10 او 60%. يبقى انا المفروض اما اجي اصمم اعمل حسابي ان الفايبر بتاعي ما يعديش 6 من 10. Decide which of the four fiber material when embedded in the epoxy matrix meet the stipulated criteria.
ناخد بس ايه مطلوب مطلوب كده. هو عايز انت تقول له انهي ماتيريال من الاربعه دول اللي هم الجلاس والكربون ان ستاندرد وان ديتيرمينت وهاي مودرس جريد، التلات جريدز بتاعت الكربون مع الجلاس، واحد من الاربعه او مين اللي من الاربعه يحقق لك الكريتيريا دي. ايه الكريتيريا دي؟ ان هو يحقق لك الايه الاستيفنس اللي هو طالبه. خلي بالكوا هنا هو مديك ايه بيانات الديفليكشن، فاحنا برضو خدنا المرة اللي فاتت ازاي نحسب الديفليكشن بالشكل اللي هو التيست ده. قلنا الديفليكشن بيساوي اف ال تكعيبي على 48 اي اي. فانا هنا لو انا عندي الديفليكشن اللي هو الدلتا واي، وعندي الفورس مديها لك، وعندي اللينث، وعندي اقدر احسب الايه الانيرشيا، اقدر هنا اطلع الايه المودلس اوف الاستيستي او الاستيفنس بتاعت الايه بتاعت المادة. بما ان الشكل تيوبلر فاحنا عارفين للسوليد شافت ان الاي باي على 4 اس 60 دي اس 4، لو هو مفرغ يبقى ايه الدي اس 4 الاوتر ناقص الدي اس 4 بتاع الايه الانر. بعد كده هحسب الاي عادي جدا مفيش مشكله، هتطلع في الاخر 69 و3 من 10 ايه جيجا باسكال. تمام كده، يبقى انا المفروض التصميم بتاعي ان الاي تطلع بكام؟ 69 جيجا باسكال. يبقى دي الالاوبل ستيفنس بتاعه الايه بتاعه الماده، او المفروض اللي هي اسمها اقل ستيفنس اسمح بيها للايه للشافت ده. تمام كده. طيب لو احنا عارفين بما ان التوزيع الفايبر هوريزونتالي او وزن الاكسس بتاع الشافت، يبقى معنى كده يبقى انا هطبق الايه الفورميلا دي ان الاي بيساوي الاي ماتريكس في ماتريكس زائد الاي اف في الايه في الفي اف. طيب انا دلوقتي اجيب البيانات دي منين؟ هو مديك جيفن الجدول ده، مديك بيانات الماتيريال، مديك الالاستيك مودولز بتاعها، ومديك الكثافه بتاعتها، ومديك الكوست بتاع الماده دي لكل كيلو. يعني مثلا الجلاس فايبر التكلفه بتاعته 2.1 دولار كل كيلو جرام من الجلاس فايبر. طيب يبقى انا معنى كده ان الاي كومبوزيت او الريكوايرد اللي هي 69 و3 دي خلاص تمام، دي المطلوبه. الاي ماتريكس جيفن، الاي اف جيفن، ناقص نحسب الايه الفي ام والفي اف. لو احنا قدرنا نحسب الفي ام والفي اف ونقارن بالشرط اللي هو قاله في المساله ان دايما ان الفي اف ما ينفعش يعدي 6 من 10، نقدر من الطلب ده نقدر نقول مين الايه مين الماتيريالز اللي هتنفع. طيب يبقى انا هعمل جدول زي ده كده، هعوض تعويض مباشر، يعني اقول ان اي كومبوزيت اللي هي 69، الاي ماتريكس جيفن، الاي اف جيفن، واشيل الفي ماتريكس واحط ناقص في اف، اقدر احسب الايه الفي اف. هحسب الفي اف والفي ماتريكس لكل حاجه، اجي ابص هنا هلاقي الجلاس 9 من 10، لا ده كده عدى 6 من 10 يبقى ده مش هينفع. الكربون 2 من 10 يبقى ده تمام، 2 من 10 برضو، 1 من 10 يبقى الثلاثه دول ايه ينفعوا. يبقى اول حل هقول له ان الكربون بال 3 جريدز بتوعه ينفعوا في الايه في الابلكيشن. ده كده اول مطلوب للمساله خلص. خلي بالكم المساله دي مهمه، هي طويله شويه بس هي مهمه يعني. طيب تعالى المطلوب التاني، select the one fiber material that will yield the low cost composite material. عموما انا ما باجي اعمل ديزاين لاي حاجه مش بس ببص ان هو الحاجه دي هت ايه هت هتقوم لي بالغرض ولا لا، لازم اشوف التكلفه. يعني ممكن حاجه تتكلف دولار مثلا تقوم بالغرض، وممكن حاجه تانية استسهل تقوم بالغرض وحاجه كويسه جدا بس ب100 دولار. يبقى لازم الكوست هو عامل مهم جدا لما باجي اعمل ديزاين لاي ماتيريال. طيب انا احسب الكوست ازاي؟ هو مديني الـ في الجدول ده مديني تكلفة كل حاجة بير كيلو جرام. يبقى أنا لو عرفت الكتلة بتاعة اللي موجودة اوريدي في الابليكيشن وحسبت التكلفة بتاعتها وحسبت التكلفة بتاعة الماتريكس، أقدر أقول تكلفة كل كومبوزيت هتكلف قد إيه، وعلى أساسه أقدر إيه أعمل سيليكشن. طب تعال نشوف كده اتحسبت إزاي. عشان أحسب الفوليوم فراكشن، عشان احسب قصدي الماس، احنا عارفين ان الدنسيتي بيساوي الام على ايه على الفوليوم. هو مديني جيفن الدنسيتي، طب انا احسب الفوليوم ازاي؟ انا اقدر احسب الفوليوم بتاع الشفط، اقول اللي مساحه القاعده في الايه في الارتفاع اللي هو باي على 4 فرق الدي تربيع في الايه في الارتفاع او اللينس بتاع الشفط، اقدر احسب ده الفوليوم بتاع الايه بتاع الكومبوزيت. يبقى انا لو عايز احسب الفوليوم بتاع كل حاجه، مفروض انا عارف من العلاقه دي خلاص انا الجلاس دلوقتي اتشال من الايه
من التصنيف بتاعنا، احنا بس هنقارن ما بين التلاتة دول لان ده اعلى من ايه 6 من 10. فانا هاخد كل ده volume fraction اللي هو 2 من 10 اضربه في الايه في الفوليوم اللي هو 1885، واحسب الفوليوم بتاع الكربون واحسب الفوليوم بتاع الكربون الديترمينيت والهاي والستاندرد، ونفس الكلام للماتريكس برضو احسب الايه الفوليوم، الفوليوم بتاع ادي الفوليوم بتاع الفايبر وادي الفوليوم بتاع الايه بتاع الماتريكس، وانا عارف ان الرو بيساوي الام على الفوليوم، اروح واخد كل رقم من ده. احنا عارفين ان الرو بيساوي ام على فوليوم، يبقى الماس بيساوي ايه الرو في الفوليوم، هروح واخد الرقم ده وضربه في الكثافه اللي هي المفروض جيفن برضو هنا اهي، جيفن في الايه في الجزء بتاعنا ده. بس وبعد كده هروح حاسب التكلفه. هو هنا مديني مثلا الجزء ده اللي هو $60 كل كيلو جرام، اروح اعمل كده ايه $60 كل كيلو جرام، يبقى معانا كده ان 0.994 الكوست كام طرفين في وسطين، اقدر احسب لكل ايه لكل الكلام ده. وبعد كده هجمع كل كومبوزيت لوحده، ده لوحده وده لوحده، يبقى التكلفة كذا والتكلفة كذا والتكلفة كذا. اختار طبعا اقل واحد واقول ان الكربون ستاندر مودولس ده هيقوم بالغرض، وفي نفس الوقت التكلفة بتاعته اقل حاجة بالنسبة لباقي ايه لباقي الكومبوزيت ماتيريال. طبعا احنا كده خلصنا السكشن النهارده، كده خلصنا شابتر الكومبوزيتس، خلصنا الشيت كله. فيا ريت لو حد عنده اي سؤال او في مشكله او حاجه ممكن يبعت لي، وان شاء الله هجاوبه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.